أصدقائي، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقاؤك. لابد أن من يشاهدني الآن قد عرف أن هذا الموقع الجميل والماء والخضرة هو من مجمع أحواض السباحة، وهو مرفق سياحي هام من مرافق شركة المشروعات السياحية. ولدي بشرى لهواة السباحة ولمرتادي مجمع أحواض السباحة أن النشاط الصيفي لهذا المجمع سيبدأ قريبا. أعزائي المشاهدين، الصحة مع كل خطوة شعار رفعه بنك الكويت الوطني بالتعاون مع مؤسسات الدولة في يوم الخميس الموافق 23 مارس 1995 ضمن مهرجان سباق المشي الثاني لمسافة 8 كيلومترات. بدأ السباق من مسجد الشيخ ناصر صباح وانتهى في الجزيرة الخضراء بشارع الخليج العربي. كان طبعا لعدسة برنامج نحن أصدقائك لقاءات عديدة مع بعض المشاركين قبل بداية السباق، ومنهم سعادة السفير الباكستاني وسعادة السفير الفرنسي، لنشاهدها معا. ان شاء الله راح تفوزوا. ما يندرى، المهم احنا حبا في الرياضه وحبا في المشي والباقي على الله. اذا على المرء ان يسعى وليس عليه ان يدرك خط النهايه. اكيد اكيد. وحضرتك مشاركه حلوه. إيه. نعم. اذا شيء جميل انه عندك روح رياضيه قويه. ان شاء الله ان شاء الله. مين مشارك من عائلتك؟ بنتي وبنت بنتي وانا. والله انا السنه الماضيه بصراحه ما سمعت عنه للسباق، بس تحمست له كثير هاي السنه، واول مره يعني بحس انه في مشاركه نسائيه بهذه الكثافه، يعني شيء فعلا ببسط. Well, it's wonderful. And this is my second year. I also participated last year and found it most exhilarating. Yeah. What do you feel about this in Kuwait especially? Well, in Kuwait in particular it's something which should be welcomed because in a place like this, outdoor activity is rare. It's not very frequent because of the weather. So the more you can do it, the more you can avail of the good weather, which is available for a limited period of time each year. Yes, the better for everyone. So I wish to see you in the last. Inshallah. The first one? No. Amongst the first one. Yes, I wish. You're the French ambassador? Yes, I'm the French ambassador. Yes. Are you happy in this context? Of course. I did participate last year. And I remember a few months ago, I met some responsible of NBK and asked them, please organize another walkathon this year. And they did it. I'm very happy with that. And I will participate with my Pakistani colleagues. Veterans from last year. I'm sorry to say that we're the only two ambassadors until now. We are missing our Spanish colleague who was amongst the first 20 last year. Someone told me that you can't talk Arabic. You can't speak Arabic. يعني أنا أحكي شوي بالعربي ولكن أحتاج التمرين. ممكن تقول للجمهور for our people that you are happy in Arabic. أنا سعيد. أنا سعيد كثير لمشاركة السباق السنوي من البنك الوطني الكويتي. وأنا سعيد جدا. اليوم يوم الوطني باكستاني. Today is the Pakistani day, so
So congratulations. عيد الوطني. Then welcome to Kuwait. أهلا بكم في الكويت وفي سباقات الكويت. شكرا جزيلا. حضرتك 60 سنة برضو بحاول طبعا ان انا اعدي المسافة كلها باذن الله ان شاء الله. طيب شايفة انه المسافة مناسبة للسيدات والرجال مع بعض؟ هو للرجال تهيألي مناسبة، بس للستات ممكن لو كانت اقل شوي. لازم لها تدريب مسبق. ايه 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 اكيد. هو طبعا الهدف منا هو روح الرياضية وروح الجماعية وتجميع الجامعة الحلوة فعلا. كثير فعلا، وبعدين اول شيء بتتعرفي على ناس بتحسي انه كلياتنا بالبلد حلوه بخير، وبتحب انها تتكرر الاجتماعات هيدي. عزيزي المشاهد، بدا السباق في الساعه الثالثه تماما من بعد ظهر يوم الخميس، شارك فيه عدد كبير من المواطنين والمقيمين من الجنسين. بلغ عدد المتسابقين 711 متسابقا، منهم 242 متسابقه من السيدات و469 متسابقا من الرجال، اضافه الى 5 من فريق المعاقين كان لهم نصيب المشاركه. تم توزيع المشاركين إلى 4 فئات من مختلف الأعمار. بدأت الفئة الأولى وتضم الرجال من أعمار 30 حتى 45 عاما، الفئة الثانية رجال من فوق 45 عاما. وكذلك الفئة الأولى وتضم سيدات من أعمار 18 حتى 25 عاما، والفئة الثانية تضم سيدات ما فوق 25 عاما. المشاهدين، نحن الآن في يوم سباق المشي الثاني الذي ينظمه بنك الكويت الوطني، ونحن الآن كما تشاهدون في الجزيرة الخضراء عند خط النهاية في انتظار المتسابق الأول لنتحدث معه ونبارك له بالفوز كأول الناس. ناخذ رأي الصحفي عبد الله الشمري. دائما الصحفي هو أجرأ إنسان ممكن يقول الحقيقة مهما كان الثمن، كيف كان رأيك بالسباق؟ والله السباق كان حقيقة ناجح صراحة، بس إن العدد الإقبال كان أكبر من الـ من الـ من الاستعداد حقيقة، يعني هو ناجح بكل المقاييس، بس كنا نتمنى كمشاهد يعني إني ما حصل لي فرصة إني أشارك، جيت متأخر شوية، بس كان الإقبال جدا كبير. يعني كان كثير ناس ردوا سواء من الرجال او النساء. وفي شغله اخرى حقيقه، في الشباب، فئه الشباب تحت 18 سنه
كثير كانوا يعني متألمين جدا، يقول ليش ما خلونا فئة من 10 ل 18؟ ليش يحرموننا؟ وليش بكل مكان محرومين احنا؟ هذه ايضا مطالب نرفع للمسؤولين سواء هيئة الرياضة او الجهة المنظمة للاحتفال يعني. اذا السباق كان ناجح لكن العدد الكبير هو اللي خلى شوي يصير، نعم عدد الحكام ايضا كان قليل شوية لان في ناس زرقوا شوية لفوا مني ومني، وهذه حقيقة يجب ان ايضا ان شاء الله في لان المفروض كل 250 متر يكون في حكم، اما يتركون هدد كذي صعبة. عزيزي المشاهد، وفي نهاية السباق أقيم حفل ختامي في الجزيرة الخضراء حضره عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وحضره أيضا السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد ناصر مساعد الساير، والسيد عصام جاسم الصقر مدير عام البنك، والسيد شاكر العثمان مدير عام شركة المشروعات السياحية وبعض الضيوف. وتم تحديد جوائز قيمة لعشرون متسابقا من كل فئة. أما جوائز الفائزين الأوائل فتميزت بأنها تذاكر سفر كويت بحرين الكويت. عزيزي المشاهد، سباق المشي الثاني لم يخلو من الطرائف طبعا، وهذا المشهد يبين لكم ماذا أعني. أكرر إنه سباق المشي، وإن لم يلاحظه الحكام فقد اصطادته عدسة نحن أصدقائك، ونترك المشهد بدون تعليق. عزيزي المشاهد، قبل أن نختم لدي تنويه صغير. إن إدارة العلاقات العامة في شركة المشروعات السياحية قد انتقلت من الإدارة العامة إلى نادي اليخوت في شارع الخليج العربي، وإلى أن نلتقي الثلاثاء المقبل أقول لكم مع السلامة.